بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، درس جديد من دروس شرح متن هداية المرتاب للإمام السخاوي رحمه الله وضبط مواضع. أجر كبير أجر كريم. قال رحمه الله: أجر كبير في القرآن أربع، في ثاطر معهود والملك فع، وكلها من بعد ذكر المغفرة، وفي الحديد رابع ما أشهره، وهو الذي تلقاه فيها سابقا، وبعده أجر كريم لاحقا، في موضعين يا أخي منها، مع حرف ياسين ألا فصنها. لفظ أجر يشكل عند قاطرانه مع كبير أو كريم، وقد نص الناظم رحمه الله على مواضع اللفظين. أما مواضع أجر كبير فهي أربعة مواضع: في سورة هود فاطر الملك والحديد، في سورة هود: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. في فاطر: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. في الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. في الحديد الآية رقم 7: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. كما تلاحظون أحبتي في الله أنها وردت، الأصل أن ترد بالواو وأجر كبير في هود فاطر الملك، إلا في الحديد جاءت أجر أربع مرات: هود فاطر الملك الحديد. ونضبطها بالجملة الإنشائية فنقول: فاطر الحديد والملك لهود. هذه المواضع، وكما قلت الأصل أن ترد لهم مغفرة وأجر كبير، جاءت مع الواو وأجر كبير قبلها لهم مغفرة. في موضع الحديد لم تأتي واو، جاءت أجر كبير ولم تأتي قبلها لهم مغفرة، فاربطها هكذا أنه لهم مغفرة معها واو وأجر كبير، لما لم تأتي لهم مغفرة جاءت بلا واو أجر كبير في سورة الحديد. هذه المواضع الأربعة التي نص عليها الناظم. أما مواضع أجر كريم فهي ثلاثة: جاءت في ياسين واحدة، وفي الحديد مرتين، وهي سهلة. في الحديد: في ياسين: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. في الحديد: في القرض، الآن الآيات 11 و18: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. كما لاحظتم أحبتي في الله، القرض قرضا حسنا، أقرضوا يقرضوا، جاءت معها أجر كريم، فاربطها معها لن تنساه. في الآية التي جاءت في ياسين فيها مغفرة وفيها واو، انتبه، فيها مغفرة بمغفرة وأجر كريم. في التي أتت في الحديد لم تأتي مغفرة، فسياق الآية لا يقتضي هذا، فلم تأتي واو، جاءت أجر كريم، أجر كريم. في جميع مواضع القرآن الكريم أتى قبلها لفظ مغفرة سوى المواضع الثلاثة في سورة الحديد. إذن في سورة الحديد لم تأتي لفظ مغفرة، حيث أن السياق لا يقتضيها. معلومة: كل رزق كريم في القرآن مسبوق بلفظ مغفرة دون استثناء. جاء في الحديث ثلاث آيات تنتهي بكلمة أجر، ووصف الأجر مرة بأنه كبير ومرتان بأنه كريم. في الآيتين ذكر القرض، في التي ذكر فيها القرض في الحديث كريم، والتي لم يذكر فيها القرض كبير. تذكر هذا ولن تلتبس عليك بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أنا معكم دريد إبراهيم المصلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.